بس خليني اقول لك برضو أدعاء حاجه، يعني بالرغم ان احنا حسمنا تاهلنا دلوقتي الحمد لله، بس انتوا برضو عايزين تكسبوا كل مباراه. بالظبط، احنا يعني نظام الدوري السنه دي غريب شويه، طويل و يعني مش منطقي ان احنا نلعب 32 ماتش الحمد لله ما نخسرش فيهم ولا ماتش ونطلع بالظبط ونطلع بقى فوق اول اربع فرق كلنا زيرو بوينت زي بعض. انت بتساوي ازاي اول مع تاني مع تالت مع رابع؟ يعني النظام ده لو معمول في الولاد بالظبط بيبقى فيه الاول بيطلع بنقطه مثلا اي حاجه يعني بالظبط، يبقى في فرق. فاحنا دايما احنا موضوع ان احنا كسبنا الدور التمهيدي ده ما فرقش في حاجه بالنسبه لنا اكتر من الست ماتشات اللي جايين هم اللي هيفصلوا كل حاجه. انت ممكن تبقى ماشي حلو قوي بس سنة غريبة ان هو يدخلكوا زيرو بوينت، يعني كل 32 ماتش يعني مجهودكم الكبير ده كله بس تأهل بس. طب ما يعني بس برضو ده ما يقللش من عزيمتنا. اكيد طبعا، لا طبعا احنا كنا بنلعب كل ماتش ان احنا اهمنا ان احنا نكسب كل الماتشات، ما فيش ندخل على الدور الاخير ده، واحنا الحمد لله كسبانين كل الفرق، فنفسيا لما نقابلهم في الدور النهائي بقى نبقى ان شاء الله يعني واثقين في نفسنا اكتر، هم نفسهم يبقى عارفين انت داخل تلعب النادي الاهلي انت ما عرفتش تكسبه قبل كده. صحيح.